اعتذر البرتغالي فيريرا المدير الفني للسد القطري عن تدريب الاهلي بدايه من الموسم المقبل خلفا لحسام البدري، واجرى وسيط اهلاوي اتصالا بمدرب الزمالك السابق لاستطلاع رايه في مساله تدريب الفريق، وهو ما رفضه المدرب البرتغالي بسبب استقرار الوضع بالنسبه له من ناديه أما من ناحية أخرى واحتراما لجماهير الزمالك من ناحية أخرى. وكان البرتغالي من الأسماء المطروحة بقوة لتدريب الأهلي في ظل نجاح الفريق السابق مع المدرسة البرتغالية وتحديدا مع مانويل جوزيه، وكذلك لسابق نجاح فيريرا مع الزمالك.